السلام عليكم. هذا فيديو زي ما نشوف قدامنا لمريضة عندها التهاب في المنطقة اللي خلف الأذن. في العادة تكون كيس دهني ويكون صار التهاب. فطبعا زي ما نشوف قدامنا الكيس واضح أنه ملتهب ومتضخم في الحجم بالشكل هذا. هذا هو الكيس، الكيس الدهني اللي يقول السبيشي سيست، اللي هي الإفرازات نتاع الجلد، عادة تتجمع تحت الجلد وتكبر وتكون مادة خصبة للبكتيريا ويصير فيه التهاب زي ما نشوف قدامنا. طبعا المريضة توقعت ان الالتهاب حيمشي بروحها، فيعني استنت فترة طويلة وبعدين قررت ان هي تجي العيادة. طبعا في الحالة هذه نحتاج ان نفتح الانتفاخ ونزيل الصديد اللي فيه. في بعض الأطباء اللي يعطوا مضاد حيوي، وفي اللي يقول لك مجرد أنك أنت تزيل الصديد هذا يكون كافي. فنشوف، تعتمد على كمية الصديد وكمية الالتهاب، وبعدين نشوف إذا كان المريضة تحتاج مضاد حيوي وإلا لا. وشكرا.